وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس البرمجة باستخدام بايثون. نواصل معكم سلسلة شرح محاضرات بايثون، وصلنا إلى الفونكشن، وطبعا نتابع شرح الفونكشن. وفي هذه المحاضرة راح نشرح الارجمنت الافتراضية. طيب مثلا عندنا فونكشن اسمها ماي فونكشن، مثلا هذه الفونكشن بها متغير، هذا المتغير اللي هو كونتري. راح نجري عملية طباعة لهذا الكونتري، print الكونتري راح يكون I am front مثلا بهذا الشكل. طبعا هذه كلها راح تكون بكوتيشن مارك، ومن ثم زائدا ونضيف المتغير function مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة. طيب الآن راح نحتاج فقط تعريف للfunction اللي هو راح يكون my function، ونكتب اسم الدولة. مثلا راح اكتب العراق بهذه الطريقة، وإذا أجي طبعا أعمل run بهذه الطريقة إذا لاحظ my name is front. مثلا نجي مثلا هنا نكتب KSA مثلا، وطبعا نجي إلى run I am front KSA اللي هي السعودية. طيب في حال لو المستخدم لم يضع هذه الطريقة، لم يضع قيمة للمتغير country، مثلا في حال كان سهوا، أو في حال لم يرغب بوضع القيمة، في حال رغب بأن يكون العنوان هو غير معروف سري، نجي نضغط على run راح يعطينا خلل. خلل وين؟ خلل بالسطر رقم 7. ليش؟ لأن السطر رقم 7 ما بي قيمة للcountry، فبالتالي انطاني خلل. هنا اكو عندنا فتحل لهذه المشكلة، هي نضع قيمة افتراضية. هذه القيمة راح تكون بمحل الدولة الكونتري في حال لم تعطى او لم تبين من قبل المستخدم. مثلا راح تكون طبعا يساوي ودبل كوتيشن مارك، ونكتب مثلا نون مثلا بهذه الطريقة، يعني غير معروف. فراح نجي نجري الرن بهذه الطريقة، اذا لاحظ انه في حال لو كتب المستخدم راح يطلع لنا الموضوع اللي هو كتب او القيمة اللي كتبها المستخدم. في حال ما كتب المستخدم راح تطلع هذه القيمة اللي هي النون. طبعا ضروري جدا هذه القيمة نخليها حتى في حال المستخدم ما خلى قيمة لان فانكشن، فبالتالي راح تظهر هاي القيمة وراح نتخلص من الايرور. طبعا هذا الموضوع جدا مهم. وملاحظة، في حال لو كان عندي اكثر من متغير، مثلا عندي هنا نيم، متغير اسمه نيم بهذا الشكل، مثلا كنترول دي، هنا مثلا ماي نيم راح يصير مثلا ماي نيم از، وهنا المتغير نيم ماي نيم از. فاذا هنا شنو عندنا؟ هنا راح يكون عندنا متغير اللي هو نيم، راح يكون مثلا بهاء بهذا الشكل، عدي بهاء وعدي إيراك. راح اجي اعمل ران، راح الاحظ انه اكو عدي خلل. شنو الخلل؟ الخلل انه هنا ما معين قيمة المن للنيم. طيب فاذا هنا هم راح نعين قيمة للنيم، طيب يصير عندنا هذا الخلل، راح يكون مثلا علي. طيب هذه راح نحذفها الاخيرة هذه الطريقة. ران اذا الاحظ My name is بهاء I am front Iraq. My name is علي I am front KSA. طيب هنا الملاحظة هي اذا انا عندي قيمة، هذه القيمة حبيت اخليها غير معرفة او افتراضية، لا يمكن ان هذه القيمة تكون بالبداية، يعني ما يصير عندنا هذه القيمة تكون بالبداية ومن ثم النيم، هنا راح يعطيني ايرور. لابد انه هذه القيمة الغير معرفة تكون بالنهاية، نضعها بالنهاية. ايضا بالنسبة للنيم ايضا بامكاننا ان نعطي قيمة غير معرفة، مثلا ممكن يكون ايضا نون. طيب الان راح نجري التجربة، راح نخلي نهائيا للاسم والدولة، راح نجري عملية الان. اذا لاحظ انه الحالة الاولى my name is بهاء from Iraq، طبعا هنا from وليس
front. هذه الطريقة. My name is Baha from Iraq. My name is known. I am front known. يعني أنا ما معروف لا مكاني ولا اسمي. في حال لو حاب المستخدم تكون هاي الأمور سرية. طبعا هذه ملاحظة مهمة جدا وممكن نتلافى بها بعض الأخطاء القاتلة اللي ممكن تسبب لنا بخلل مميت في الموقع. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.